أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام. هناك مقولة تعجبني كثيرا للروائي الكبير نجيب محفوظ. الروائي نجيب محفوظ قال هذه المقولة، ولعلها سأقتبسها، لعلها تناسب ما سنتحدث وضيفنا الكريم عنه فيما يتعلق بالتربية الحسية والجمالية للأطفال. نجيب محفوظ تحدث عن أن والدته كانت تصطحبه إلى المسارح، تصطحبه إلى دور السينما، تصطحبه إلى المكاتب والمكتبات، وأيضا تصطحبه إلى المتاحف، حتى أصبحت أنا الروائي الذي يكتب القصة بصورة خيالية روائية جميلة أعجبت الكثير منكم. هذا الكلام مقتبس من نجيب محفوظ، وحتى أنه وصف رحيل والدته بالفردوس المفقود. على أي حال، حديثنا سنتحدث عن التربية الحسية والجمالية عند أطفالنا، وتنمية هذا الحس عند أطفالنا لما له من مردود جميل وإيجابي عند الكبار، سيكون ثمارا طيبة عند الشباب. على كل حال، ضيفنا عنده بعض المعلومات وبعض التفاصيل لموضوع التربية الحسية والجمالية عند أطفالنا. فبدي أرحب بالدكتور عاطف الشواشرة، وهو مستشار في مجال علم النفس التربوي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك، صباح الجميل. يا أهلا. يعني موضوع أنه إحنا دائما نهتم بأطفالنا وهم صغار، أنه منوديهم يا تايكواندو، يا منوديهم يا كاراتيه أو سباحة أو رياضة أو كرة قدم إلى آخره، لكننا أحيانا نغفل القضية الفنية والجمالية، وأن يكون لديهم الإحساس بالجمال وتذوق الجمال. تمام. ما فيش مجال نبعثهم، أوكي، بس إحنا لابد أنه ننمي ونغرس عندهم هذه القضية. خلينا في البداية يعني نتعرف، من أي عمر يجب أن نتعامل مع أطفالنا بتنمية كل ما هو جميل عندهم؟ تمام. صباح الفل وصباح الجمال إليك ولكل الإخوة المشاهدين. لما نتحدث عن التربية الجمالية، إحنا بنحكي عن تنمية المدركات الحسية عند الأطفال، وبالتالي رفع حساسية النوع البشري والإنسان عموما إلى تذوق اللون، تذوق الطبيعة، تذوق الاختلاف، تذوق كل ما هو موجود في هذه الحياة. لأنه كل شيء في الحياة إذا فكرنا فيه بطريقة مختلفة، سنكتشف أن هناك له أبعاد إيجابية وأبعاد جمالية. وهذا البعد الجمالي احنا في تربيتنا العربية للأسف أقل شيء ممكن نركز عليه. نركز على البعد المعرفي، نركز على البعد الاجتماعي، نركز على بعد بناء الشخصية بأبعاد مختلفة، ولكن ننسى دائما بأنه التذوق الجمالي والحسي هو الشيء الذي يحقق إنسانية الإنسان. صحيح. وينقل الإنسان من مستوى كائن مفكر جامد مثل الكمبيوتر إلى كائن متمثل للمعرفة ومتمثل لموقف الآخر. وبالتالي يعني شعورنا بأنه هذا الشيء جميل، وشعورنا بأنه يجب أن ننقل هذا الإحساس الجميل إلى أطفالنا، لا شك يعني له انعكاسات إيجابية جدا على الذات وعلى الشخصية وعلى مهارات التواصل الاجتماعي والانفعالي مع الآخرين. وهذا الشيء يبدأ من عمر مبكر أستاذي فخر. يعني إحنا بنحكي عن مرحلة الحس حركية اللي سموها علماء النفسية، تبدأ منذ الولادة. يعني من فترة الرضاعة تستطيع الأم أن تعود طفلها اللي عمره أسبوع وأسبوعين وشهر على الإحساس الجميل لما هو بيكون عم برضع وهي عم تمسك إيده بتبوسها، أو يتلمس صدر أمه بحنان وبحب، أو أحيانا بيكون عم بتواصل معها بصريا، فتبدأ إدراكاته تتمايز بالتدريج ليدرك هذا الجمال. يعني من الإدراك العام إلى تفاصيل الوجه إلى لون العينين إلى الدخول في نغمة الصوت. صحيح. لاحقا، فهذه كلها عبارة عن تذوقات جمالية. ثم لما بيكبر شوي على عمر سنة وسنتين، وبنبدأ نعطيه نجيب له أورج صغير، أو منجيب له خرز ملون، أو منشترك معاه في أنشطة فيها بعد جمالي، إنه رتب لنا هذه الأشياء حسب اللون، رتب لنا إياها حسب الحجم، رتب لنا إياها حسب الشكل الموجود، فبيبدأ هو يدرك هذه الاختلافات وهذه التمايزات. لأنه في واقع حياتنا ليس هناك شكل ثابت ولا لون ثابت ولا سلوك ثابت ولا شخصية ثابتة. فالحياة
يعني عبارة عن لوحة صحيح. مزخرفة من الاختلافات. يعني نختلف، نحن نختلف في كل شيء حتى لو كنا توأم، يعني نختلف في طباعنا، في ألواننا، في أصواتنا، المزاج. في كل شيء. صحيح. فإدراكنا لهذه القيمة الجمالية من الاختلاف يعتبر يعني نقلة بهذا الطفل الصغير من مستوى إنسان مفكر عادي بسيط إلى مستوى متذوق لجماليات الحياة، وهذا شيء يعني يزرع في داخله شيء من التعاطف مع الآخرين، لأنه بيبدأ يحس هو بمكان الآخر وبحس بقيمة الآخر. يعني هلا التربية الحسية والجمالية فعلا أنا يعني أنا متأكدة مع حضرتك إنه إحنا بننميها عند أطفالنا. بمعنى هلا عودوا الأطفال أو أولادك على إنهم يجوا على البيت كل يوم فوضى، عينهم راح تستصيغ قضية الفوضى. صحيح. وما بحسوا إنها غلط. هلا عود اولادك انه دائما البيت مرتب ورائحته منعش، احنا ما بدنا رائحه جميله، يعني لازم فتحنا النوافذ وغيرنا الاجواء. اذا يوم اجوا وما لقوش البيت مرتب وما لقوش، رح يقولوا اوف ليش البيت هيك، الريحه مش حلوه. اذا احنا قصدنا او لم نقصد نمينا عندهم جانب انهم يتعودوا على الافضل وعلى الاجمل. خذوا اولادك على منطقه سياحيه جميله دائما بحسوا الجمال فيه، خذهم على مناطق دائما يعني بشوفوا مناظر غير جميله، ما بتفرق عندهم، بتقل عندهم الحساسيه. مزبوط. هلا احنا اذا نتدخل، شو الاساليب اللي احنا ممكن، يعني انا قلت لك انه احنا بنقدر ناخذ اولادنا على مراكز للتايكوندو، على مراكز للسباحه، على مراكز للرياضه، لكن لا يوجد مركز والله بدي اخذ ابني لمركز لتنميه الحس الجمالي عنده، ما لا يوجد، او ان وجد فقد يكون قليلا او مختلفا عن اللي احنا بنحكي عنه مثلا. تمام. كيف يعني الأساليب اللي أنا أعلمهم إياها حتى أنمي هذا الحس؟ هو في الواقع هناك أساليب كثيرة، يعني أول هذه الأساليب الحوار الفني مع الأطفال. ممكن أنت تكوني عم بتشوفي برنامج على التلفزيون أو ماشي برحلة أنت وزوجك وأولادك، فبدك تلفتي انتباههم لكل ما هو جميل. شوفوا الخضار هون، تعشوفوا هاي اللوحة كيف، ممكن أصطحبهم لمعارض فنية، ممكن أعلمهم على العزف على آلات موسيقية معينة حتى وإن بدت عشوائية. لكن هي القضية في الأخير يعني حتى لو ما كان في نوادي، يعني نحن كآباء وكأمهات فينا ننقل إحساسنا الجميل للأشياء لأطفالنا. لما دائما إحنا بنستمتع بشيء بدنا نلفت انتباه الآخرين وخاصة الأطفال إنه هذا الشيء ممتع، وهذا الشيء إذا تأملته ستكتشف أنه له جوانب كثيرة. المشكلة أنه ياريت عند الأطفال حتى إحنا الكبار، يعني قضية الحس الجمالي والتذوق الفني ليست موجودة في الحياة. كيف أنك تصوغ حتى من الأشياء التي تبدو غير جميلة أشياء جميلة؟ يعني الآن لو سألتك عن ثلاث مفاهيم قلت لك هذه المفاهيم سلبية ولا إيجابية؟ مفهوم بناء على اللي أنا يعني شو خزنته أنا. بالضبط، على أنت شو خزنتي. زي إيش مثلا؟ مفهوم السجن مثلا حتقولي لي مفهوم سلبي، مفهوم النفي مفهوم سلبي، مفهوم الموت مفهوم سلبي. لكن أنا بس بدي أنقول لك قصة صغيرة. ابن تيمية لما كانوا ماخذينه للسجن ونصحوه بأنه يعني يهرب أو لا يواجه المحاكمة، قال هناك ثلاث احتمالات. ابن تيمية قال هناك ثلاث احتمالات: إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فخروجي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة في سبيل الله. هي الجمالية، ذات الجمالية التي تنقل إحساسنا من الأشياء السلبية أو النظرة السلبية المباشرة من وجهة نظر وحيدة وزاوية وحيدة إلى وجهة نظر أخرى، يعني فكر فيما وراء هذا الفعل. فبتحس أنه حتى الأشياء اللي تبدو أنها أشياء غير جميلة، لا هي في الواقع أشياء جميلة. يعني أحيانا بتمر بالسوق لوحة عشوائية، شخص مش حالق لحيته، شخص حامل أكياس، واحد جيبته طالعة، واحد شعره منكش، واحد ماسك ابنه بيشيل فيه وعم بصرخ عليه. تطلعي هذه لوحة، هذه هي الحياة، هذا هو التناغم. فتذوقك لهذه اللوحة الجمالية بيحول إحساسك فيها من إحساس سلبي لإحساس إيجابي. صحيح. لأنه كل أحداث الحياة تحدث بتوازن، والتدبير الإلهي للكون تدبير شمولي. يعني افرض أنه ضاع موبايلك أو نسيتي موبايلك، حتقولي هذا الحدث سلبي، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه حتخسري وحتضطري أنك تشتري موبايل. بس لو أنت لو حسبتيها من وجهة نظر أخرى، طب حيستفيد من ضياع موبايلك التاجر
اللي انت حتشتري منه موبايل جديد مثلا، والتاجر حياخذ من تاجر ثاني. هذول اصحاب النظره الايجابيه لكل الاشياء. ما هو يعني كل شيء بيتعلق بالنظره الايجابيه. مزبوط. هذول شوفي اللي بياخذوا يعني بيكون ايجابي في النصر والهزيمه، في المرض وفي الصحه، في كل شيء، في كل شيء. هناك قيمه طيب. ايجابيه في كل شيء. هذا شو بينعكس ايجابا على سلوكنا؟ هلا بينعكس له انعكاسات كثيره جدا. يعني الشيء اللي عم نشوفه الان في مجتمعاتنا من العنف ومن التطرف، اولا انا باكد لك بانه لا يمكن ان يكون الانسان متذوق جمالي للحياه ويكون عنيف. لا يمكن ان يكون الانسان نما عنده الحس الجمالي والوجداني في فتره الطفوله والمراهقه ويمارس التطرف. فالرد على هذا الحس العنيف من حولنا انه نزرع احنا في اطفالنا هذه القيم الجماليه وهذا الحس، لانه بصير انسان مرهف لين الطبع، ثم يتقبل الاخر بالاختلافات. هلا ليش بتصير المشاكل بين الناس؟ لانه انت تعتقد بانه وجهه نظرك هي وجهه النظر الوحيده الصح، وبالتالي انا الصح وكل ما عداي مشكله او خاطئ. صحيح. وهذا اللي خليني لانه ما عندي هذا الحس الجمالي اتعاطى مع المشكله بصوره كثير سلبيه وبصوره فيها دمار للاخر وفيها عدم تقبل للاخر. صحيح. يعني انا يمكن حكيت لحضرتك القضيه احنا لا ما بنقول فني، يعني انه لازم اولادنا يروحوا سينما ومسرح ويسمعوا اغاني، ليس القضيه مربوطه فقط بالجانب الفني او اللي هو الملموس زي سينما ومسرح وافلام. يعني وانا يعني حاب اشاركك الملاحظه، لما كنت أدرس وأنا صغيرة موضوع عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، هلأ مسكني والدي وحكى لي حتى ضلي تحفظيهم، عمر الفاروق هو الذي يعني جهر بإسلامه وأعطى هيبة للإسلام، عثمان بن عفان اللي أنفق سرا وجهرا وعلانية على جيوش. هلأ هدول صرت أنا أشوف هذاك الشخصية القوية ارسمها من هون. احنا بنتحدث على موضوع انه كيف تعطيهم حس جمالي وحس انه يشوف الانسان الاشياء من بالزبط. منظور الـ 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 يعني الشكل اللي احنا بدنا اياه، ليس من منظور يعني يمكن احكي لك انا شو يعني انا، لا ما فيش انا رايي اضبط رايي وانا هذا يعني هذا هو يعني مضاد لانك تكون متحسس اتجاه الاشياء الجميله والرائعه والايجابيه بالمستقبل. تمام. يعني احكي لك التذوق الجمالي يصنع من ذات الانسان مرونه عاليه وشخصيه عاليه، وبالتالي انت تستطيع ان يعني تنقل احساساتك للاخرين وتؤثر في الاخرين بصوره ايجابيه جدا. وهذا الشيء بحد ذاته نفتقره احنا في مجتمعاتنا. يعني هناك افكار كثيره واشكال كثيره للسلوك الجمالي والسلوك الفني. انا احضرت يعني نموذجين. لا احنا حنكمل حوارنا بهذا المجال. تمام. احنا حنكمل في حلقه قادمه ان شاء الله. انا بدي اشكرك الان نتوقف عنده لانه الموضوع يستحق ان نتحدث عنه اكثر فيما يتعلق بكيف انه احنا ممكن ناخذ الامور الى ابعد من ذلك حتى نوصل لشباب شباب طبعا أقصد ذكورا وإناثا متزنين قادرين على تحقيق التوازن المهم. أنا بدي أشكرك دكتور ومشاهدي الكرام. الآن فاصل قصير وبعد إن شاء الله فقرتنا التالية.